وهذا المشروع ديال القصبة بدأ في 1995، واحد ديال المنتزه الوطني اللي تبقى لي. وملي دخلنا في السياحة المستدامة كل شيء مستفد، الناس ديال المنطقة، كل شيء، الخدمة اللي خدامين في لوطيل من المنطقة، وموالين البغال، والمرشدين السياحيين من المنطقة. ملي كيجيو السياح من الأجانب كيخلصوا واحد النسبة وكتمشي للأسوسياسيون باسان دي مليل. وهاد الأسوسياسيون داروا واحد الدار للبنات اللي ما كيكملوش الدراسة ديالهم باش يستافدوا حتى هما باش يصاوبوا الحلوى ويصاوبوا الطرز البلدي ديال البلاد. كنظن بين الحوايج اللي خلاو المسؤولين باش يعطيونا هاد الجائزة هي برنامج تعليم للجميع، Education for All. صراحة فرحانين نيت مزيان من اللي ربحنا هاد الجائزة، حين تولينا مشهورين عالميا وكيهضروا علينا وعلى المجهودات ديالنا اللي درنا في السياحة المستدامة. كنقول وكننصح الناس اللي خدامين في نفس المجال ديال السياحة المستدامة باش يقدموا الطلبات ديالهم ويشاركوا في الجائزة، حين كتساعدهم في تطوير المشاريع ديالهم في المناطق ديالهم، حين مهم بزاف. ملي جا الميثاق الوطني للسياحة وقعنا باش نزيدوا للقدام ونطوروا المشاريع ديالنا في المنطقة ونطوروا قصبة تبقال. أنا مستدام وانتوما ديروا بحالنا وسيروا في اتجاه ديال السياحة المستدامة.